إذن موضوع آخر، ملعب المغامرات المائي والمميز في أتلانتس الأكوا بارك. استضاف فريق NBC لكرة القدم هذا الأسبوع ليكون للفريق محطة من محطاته المميزة برحلته نحو دوري الأضواء. نشوف سوا. منتخب NBC لكرة القدم ابتدأ رحلته لهذا الأسبوع في فندق أتلانتس وتحديداً في منتجعه المائي الأكوا بارك. تحت أضواء الشمس الدافئة انطلق فريقنا في المتنزه الممتد على مساحة تعادل 23 مرة من مساحة ملعب كرة القدم. ويعد بذلك الأكبر في المنطقة العربية، فبدأت خطواتنا في تسلق الهرم للتمتع بإطلالته المميزة. It's a beautiful park that we spared no expense to. إنه متنزه جميل بتسهيلاته المميزة، يعطي الزوار تجربة مختلفة من خلال التفاعل الذي يشعر به الزائر مع الحياة المائية. والله هي فرصة مليحة للشباب يعني يتعرفوا على بعض شيء أكثر يعني، ونعمل طلعات أحسن من هاي إن شاء الله، ومرة ثانية يجوا الشباب كلهم. وإن شاء الله نكون فريق كويس إن شاء الله في البطولة. ما حسينا بالوقت أبداً، وعادي مبسوطين والجو حلو كتير يعني. نشاطات حلوة، عم نحس بروح الفريق بهالأنشطة اللي عم نعملها، وإن شاء الله بنعكس إيجاباً بالمباريات. والله أول شيء بحب أشكر جهود NBC للنشاطات هاي، إذا ساعدت بشيء فبتساعد إنه بتجيب الفريق لبعضه، بتعرف الناس وعلى التاني، وإن شاء الله المباريات الجاية بنعمل أحسن وأحسن، ونشكرهم كتير. خصت إدارة NBC الرياضة بحيز كبير من الاهتمام، إيماناً بأهمية هذه الأنشطة في بناء روح الفريق بين موظفيها. وانطلاقاً من هذا المبدأ، انطلقنا من محطة أتلانتس إلى محطة ريكبي كلاب، أرض مباراتنا هذا الأسبوع. العودة دائما إلى NBC مركز انطلاقنا إلى محطات أخرى بقيادة القبطان محمود عيسى. عمر ركاب السكري، صباح الخير يا عرب. لا مجربين صراحة. عمر زكري صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. طبعا عمر من فريق NBC ومن فريق صباح الخير يا عرب. طبعا محمود عيسى مخرج المبدع. محمود كافأتوا نفسكم بعد فوزكم بالمباراة ورحتوا على الأكوا بارك ولا إيش؟ والله مش هيك، بس زي ما حكى عمر في التقرير إنه نحن عم نحاول نخلي الفريق يتعرف على بعض أكثر ويعيشوا أجواء حلوة أكثر، فكان هاي طبعا هاي لازم نشكر نحن أول إشي غير أتلانتس كمان صباح الخير، فريق صباح الخير اللي وفروا الجو هذا لإلنا وبعتونا على الرحلة إلى أتلانتس. عمر بصراحة بلشنا الفضايح. كيف محمود بالملعب؟ هلا محمود هو مدير فريق، يعني احسن شيء اللي بيعمله هو مدير فريق. بالله في عنده اخطاء شوي حساسه، بس عن جد كمستوى بحسك حتكون احتياطي المباراه الجايه. لا بشكل عام عم يكون مستوى محافظ على مستوى كل اللعبه، بس في اخطاء صغيره عم تكون هي مشكله العمر بظن اكثر ما تكون. ايوه لا محمود
مش احتياطي انت انشلت من الفريق خلاص. لا بس والله برافو عليه العمر بطل بالفريق انت عمر باي مركز عم تلعب؟ دفاع. دفاع. لا عمر كمان شغل ثاني في لا ما بدفعش بالعكس هو كلامه صح والحمد لله انه هو بيلعب جنبي فلانه اسرع سريع فبيغطي علي يعني انتم خط الدفاع انتم انتم صمام الامان يعني 52 بس عن جد بحسده انا ما شاء الله لمحمود لانه العمر عم يقدر يلعب و العمر خلاص يا لا لا انا بيهمني الرياضه اساسيه يعني كل الاعمار في ناس انه بتوصل لعمر مثلا عشرينات او اول ثلاثينات خلاص قطعت عن الرياضه محمود مسابر مباراتكم المقبله محمود المباراه الجايه يوم 2 ان شاء الله الساعه 9 حتكون مع فريق مفروض قوي بس لعبنا معهم قبل هيك فريندلي وفزنا عليهم فرق كبير والله بس هم متصدرين مش عارف كيف نشوف يعني المباراه القادمه ان شاء الله لا ان شاء الله بنفوز عليهم يعني اذا ربحتوا بتتصدروا المجموعه انتوا الان بالمركز الثالث صح الثالث اذا ربحنا بنتصدر نطلع بتطلع على المركز الاول الاول او الثاني هو نظام مجموعات بعدين لا 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 نظام دوري دوري كامل 12 فريق بنلعب 22 مباراه بالدوري كله ومره مباراه واحده في الاسبوع ومين بيتاهل بيتاهل اول واحد بس ممكن هيسين يخلوه الاول والثاني بس هو عاده بيتاهل بس اول فريق فان شاء الله طيب مين الفريق اللي بيخوفكم والله بصراحة ولا فريق بخوفنا طب كل ثقة مش طبعا ثقة غير الثقة الفريق اللي موجودين اللعيب الموجودين عندنا يعني بيلعبوا بيمسكوا كرة حلوة بس شوي بدنا شوي تناسق تناغم نتعرف كمان على بعض يعني عشان هيك رحنا على أتلانتيس انه بس الناس تتعرف على بعض اكثر ويصير الجو ولا هي عادة بالعكس يعني فريق قوي بنخلينا بنفوز على كل الفرق يعني حتى الفريق اللي خسرنا منه اخسر اول شيء انطرد من عندنا لاعب ثاني شيء شوي صار اخطاء تبديليه بالفريق فهي هي اللي خربت وبظن في نقطه ثانيه كمان انه دائما الفريق التشكيله الاساسيه عم يتغير منها اثنين او ثلاثه بسبب الشغل يمكن الشغل طبيعه الشغل بقى عم يصير يعني مثل الحارس مثلا كثير مهم الحارس ما عم بيلعب كل المباريات يعني هي شغلات اساسيه كمان طب عم تقدروا تتمرنوا عمار في وقت للتمرين سوا ولا بس عم تلتقوا بالمباراه لا بنحاول نتمرن بس كمان هي موضوع الشغل ولاد فبتيجي مجموعه اليوم اليوم اللي بعده بيجي مجموعه ثانيه فهي مشكله كبيره يعني حتى في عندنا كمان اكم من نشاط غير التمرين نحاول نطلع كمان نعمل نشاطات انه مع بعض زي يمكن نروح سفاري يمكن كمان نروح شوتينج نروح نعمل توطيد العلاقات مع بعض بس هاي كمان هاي المشكله موجوده انه كل واحد بشغله فنظام الشفتات ونظام اللي هذا اوف هذا مش اوف بس الحمد لله يعني ان شاء الله خير فينا يعني مجموعه ام بي سي بيحاولوا يوفروا لنا الشرائح بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله سؤالي الاخير هل بتتابعوا مباريات مثل الفرق الثانيه عشان بس تشوفوا نقاط الضعف والله نقاط القوه ولا ما بهمكم هو المفروض بس باختصار يعني. خاصه كانت مباراه امبارح كان نفسنا نروح نتابعها مسافه بعيده بس لان المسافه بعيده وكان عندنا تريننج امبارح فما اضطرينا ما نروح لكن هي لا هي المفروض هاي الشغله نعمل انه نروح او بالاحرى هو الكوتش يروح يشوف الفرق الثاني كيف لعبهم كيف محمود عيسى مخرج بي ام بي سي جروب شكرا لك اهلا وسهلا فيك ناطرينك استاذ جلال ان شاء الله انت قلت مشوار بعيد اذا انتم ما رحتوا تبغون احنا نجي يعطيكم العافيه شكرا لكم كل التوفيق ان شاء الله شكرا اذا فاصل نرجع لكم خليكم بي